السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا مصطلح اللغات القانونية ومفردات هذا المصطلح. قلنا اللغات القانونية هي تلك اللغات التي تتناول مكتوبا قانونيا باعتبارها وعاء له وشكلا له، أو هي تلك اللغات التي نعبر بها إلى الغاية والمقصود القانوني من خلال اللهج بمفرداتها وتراكيبها وأبنيتها وجملها وفقراتها وعباراتها وسياقاتها على النحو الشفاهي، كما كان الأمر كتابيا على النحو التحريري أو الكتابي. ولكي نفهم اللغات القانونية كما قلنا، ينبغي أن نقف على مفردات هذا الاصطلاح. ومفردات اللغات القانونية 5 على النحو الآتي: أولاً، اللغة العربية العتيقة، وقد مضى حديثنا عنها، وقلنا إنها اللغة الأولى باعتبارها المصدر والأساس والمنبع للغة العربية التراثية. وهذه اللغة العربية العتيقة لغة سماعية اصطلاحية تعبر عن مجموع القبائل العربية، ومن ثم فإن مرادفاتها كثيرة وفيرة غزيرة. قالوا: للسيف ما يقارب 100 اسم، وللأسد 100، وللبن 100، وللجمال 20 أو 30 أو 40. فهذا التنوع الهائل في المفردات يعبر عن رموز واصطلاحات كل قبيلة على حدة. وقد اختار القرآن أفصحها، وقد عبرت النصوص الأدبية الراقية السامقة كما المعلقات السبع، وكما هي في كتاب الأصمعيات للأصمعي، وكما في كتاب المفضليات للمفضل الضبي، وكما في مجامع الأدب وعلى رأسها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، والاختيارات والمختارات كالحماسة لأبي تمام، وغير ذلك من دواوين الأدب الكثير. وقلنا إن اللغة العربية العتيقة فائدتها تكمن في تفسير الظواهر غير القياسية، فنقول إنها سماعية، أي ترتد إلى هذه اللغة.